مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من المواجهه. مواجهتنا الاولى هتكون قراءه في اهم رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته امام الدوره الثانيه من منتدى اسوان للسلام والتنميه المستدامين، ومنها تاكيد الرئيس على حرص مصر على اقامه المنتدى بشكل افتراضي لتدرس التحديات الجسيمه اللي بتواجه دول القاره في ظل جائحه كورونا. ده بالاضافه لتحذير الرئيس من سهام الارهاب الساعيه لتقويض استقرار شعوبنا مع فتح الابواب امام ظواهر عابرة للحدود مثل تهريب وانتشار الأسلحة وتفاقم الجرائم المنظمة والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والنزوح القسري. أما الرسالة الثالثة فتجسدت في الوعد الرئاسي بالتزام الدولة المصرية بمسؤوليتنا في ملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد القارة السمراء. على العموم هيبقى عندنا وقفة شاملة مع كل رسائل الرئيس النهاردة وأهم المشاهدات في منتدى أسوان للسلام والتنمية مع ضيوفي في هذه المواجهة: الدكتورة سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة وطن، والأستاذة أسماء عادل الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. المواجهة الثانية هنتكلم فيها عن مبادرة أولادنا بالتعاون بين البداية وما بين وزارة التضامن وبنك الناصر الاجتماعي. هنتكلم عن المبادرة دي وإزاي هي خطوة مهمة على طريق تحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للأطفال الأيتام وكريمي النسب. ضيفي هيكون الأستاذ أحمد رميش عضو المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر. هيبقى عندنا مواجهة ثالثة ودي هتكون ضيفتي فيها الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، ونناقش معاها بعض الملفات والقضايا الإقليمية. لكن الأول نتابع أهم الأخبار والأحداث النهاردة. نبدأ بانطلاق فعاليات الدورة الثانية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، واللي هتكون مستمرة من النهاردة ولحد يوم 5 مارس الجاري تحت عنوان تشكيل الوضع الطبيعي الجديد في أفريقيا، التعافي بشكل أقوى وإعادة البناء بشكل أفضل. الرئيس السيسي وجه كلمة أمام المنتدى أكد فيها أن مصر حرصت على عقد الدورة الثانية من المنتدى بشكل افتراضي للبناء على قوة الدفع اللي ولدته الدورة الأولى واللي حققته كمان من نجاحات. كمان إيمان مصر مهم أنه إحنا نشير إليه بأن الوقت الراهن هو الأمثل لتدارس التحديات الجسيمة اللي بتواجه قارتنا، مع التأكيد على أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية في مطلع هذا العام هو خير مثال على نجاح جهودنا الجماعية. خلينا نشوف دلوقتي جزء من كلمة الرئيس السيسي ونرجع نكمل. لقد حالت الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا دون أن نعاود اجتماعنا وجها لوجه في مدينة أسوان العام الماضي، إلا أن مصر حرصت على عقد الدورة الثانية من المنتدى بشكل افتراضي للبناء على قوة الدفع الذي ولدته الدورة الأولى وما حققته من نجاحات، وانطلاقا من إيمانها بأن الوقت الراهن هو الأمثل لنتدارس معا التحديات الجسيمة التي تواجه قارتنا، لنناقش ونبحث أفضل السبل والآليات لدعم جهودنا المشتركة من أجل التعافي من الجائحة وإعادة البناء بشكل أفضل للعبور بقارتنا من تلك الأزمة إلى بر الأمان. السيدات والسادة، لقد أثبتنا خلال العام الماضي أن التحديات التي فرضتها الجائحة وتبعاتها لن تثنينا عن النهوض بأجندتنا الإفريقية، بل هي تزيد من إصرارنا على المضي قدما في تنفيذ خططنا وإعادة البناء بشكل أفضل من أجل تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063. ولعل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية في مطلع هذا العام لخير مثال على نجاح جهودنا الجماعية، وأعاود التأكيد على دعم مصر الكامل لها وعلى ضرورة الإسراع في تنفيذ استحقاقاتها واستكمال مراحل التفاوض بشأنها وتفعيل السياسات الخاصة بها. معنا على التليفون دكتورة سالي فريد أستاذ اقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية. دكتورة أهلا بحضرتك، وشايفة إزاي أهمية حرص مصر على عقد النسخة الثانية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة رغم تحديات جائحة كورونا؟ يعني هو ده مهم جدا، وحرص الرئيس على استمرار المنتدى باعتبار أن المنتدى ده أنا بشوفه متفرد في فكرته للربط ما بين السلم والأمن والتنمية المستدامة.
على اعتبار ان الاستقرار السياسي والاستقرار الامني في اي دوله هو اهم مقومات التنميه، وده اللي بيدفعها لانها تحقق التنميه الاقتصاديه والتنميه المستدامه بوجه عام. فيعني كان مهم جدا استمرار انعقاد المنتدى حتى في ظل الكورونا وفي ظل ان هو هيكون افتراضيا، ولكن افضل بكثير من عدم انعقاده. يعني ده للتاكيد على دوره الكبير في القضايا اللي بيقوم بدراستها. والرسائل اللي كمان السيد الرئيس وجهها من خلال الكلمه كانت مهمه جدا، خصوصا ما تعلق منها بفكره اعاده الاعمار والتنميه والتاكيد عليهم ومركز الاتحاد الافريقي اللي موجود هنا في مصر. طب الرئيس اتكلم دكتورة سالي عن ضرورة الإسراع في تنفيذ استحقاقات اتفاقية التجارة الحرة القارية واستكمال مراحل التفاوض بشأنها وتفعيل السياسات الخاصة بيها، شايفة ازاي حرص مصر ودعمها للاتفاقية دي وانعكاس ده كمان على دول القارة ومصر كمان؟ لأن ده كان مهم جدا، انه يعني حتى في ظل الكورونا كان من اهم الاجراءات اللي خدتها الدول الافريقيه هي التصديق ودخول الاتفاقيه حيز التنفيذ. فده يعني بارقه امل انه في ظل كل ما نشهده من تغييرات على مستوى العالم كله بسبب الكورونا، وانه معظم الفعاليات بيتم تاجيلها، معظم القرارات لم يتم اتخاذها، فبالعكس الدول الافريقيه قدرت انها تخطو وتاخذ منها يعني تقول الاتفاقيه حيز التنفيذ. فيعني السيد الرئيس استشهد بكده باعتباره ان ده فارقه امل لقدره الدول الافريقيه على تنفيذ الاتفاقيه وتنفيذ خطه تنميه افريقيا بالرغم من التحديات اللي بتواجهها، تحديات مش على مستوى كمان تنفيذها داخليا على مستوى الدول الافريقيه، ولكن التحديات اللي بقت موجوده في العالم كله من خلال الكورونا. فهو كان بيستشهد بذلك باعتباره مثال ونموذج يحتذى به للدول الافريقيه وقدرتها على انها تتخطى الصعاب المتمثله في كورونا. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره سالي فريد استاذه الاقتصاد بكليه الدراسات الافريقيه، شكرا لحضرتك. لسه مع نشاط الرئيس السيسي، الرئيس عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إن الاجتماع تناول استعراض تطوير منظومة عمل الشهر العقاري وجهود الحكومة في هذا الصدد، واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجها في الإطار ده بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك حسب مساحة ونوع الملكية بدلا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية. نشوف هذا الفيديو جراف عن التوجيهات الرئاسية بشأن تأجيل تطبيق تعديل قانون الشهر العقاري لمدة عامين، نتابع. معانا على التليفون استاذ سامي امام رئيس مصلحه الشهر العقاري الاسبق. استاذ سامي اهلا بحضرتك، وازاي بتسهم توجيهات الرئيس السيسي بتاجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمده عامين، ازاي ده سيساعد في منح فرصه اكبر لدراسه القانون قبل تطبيقه ويحقق كمان في النهايه المصلحه العامه للدوله وييسر من اجراءات تسجيل العقارات في مصر؟ نشكر السيد رئيس الجمهوريه على سرعه الاستجابه للمواطن ومتطلبات المواطن إزاء شهر محرراته وتطوير العمل منظومة الشهر العقاري وتيسير الإجراءات، ما يقابله أن المواطن يسارع لشهر محرراته وتسجيل العقارات حفاظا على الملكية وحمايتها
والأفكار المطروحة والحوار المجتمعي اللي يلزم أن يحضر في هذا الحوار المجتمعي كل المتخصصين والخبرات السابقة في الشهر العقاري المتراكمة ومختصين بهذا الموضوع. ألو؟ مع حضرتك يا أستاذ سامي، اتفضل. أيوه. وطبعا هذا سينتج عنه أن احنا نشر كل العقارات الموجودة في مصر وتنمية الثروة العقارية وتأمين ملكية المواطن، وسيما أنه تمت الإشارة إلى تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة بالنسبة لضريبة التصرفات العقارية اللي كانت عاملة إزعاج للمواطن، فده إجراء جميل جدا ووضع العامين للانتهاء من الحوار المجتمعي، بحيث ان احنا في النهاية نصل الى ان المصلحة تقوم بدورها الحقيقي في شهر الملكيات ونقل الملكيات، وتطوير هذه المنظومة سيؤثر ايجابيا على المواطن ذاته وعلى المجتمع ذاته باستقرار الملكية والحد من المنازعات المدنية والجنائية، وبيدي قيمة للعقار سوقية وبينشط السوق العقاري، وكل المجتمع بيستفيد من هذا التطوير وبنشيد بهذا القرار وبنشيد السيد رئيس الجمهورية انه حط او وضع يده على هذا العمل، عمل الشهر العقاري المهم للمتعاملين مع الشهر العقاري والعاملين بالشهر العقاري. طب يعني بتأجيل تطبيق القانون لمدة عامين، اللي عايز يسجل عقار دلوقتي ايه الإجراءات اللي المفروض ان هو يتبعها؟ سعادة القانون الشهر العقاري من سنة 46 حتى تاريخه وسيظل، وأي مواطن عاوز يتقدم لشهر محرره الآن بيتقدم طبيعي عادي والقانون ساري وكل حاجة، إلى أن تصدر منظومة التطوير والتطور والتيسيرات والإجراءات. وأنا أرى إن المواطن يسارع الآن بتقديم طلبات لمأموريات الشهر العقاري المختصة لشهر المحررات المتعلقة بعقاراتهم، ويبتدوا في الإجراءات في الموازي والمقابل. ستكون هناك تسهيلات وتيسيرات لحين الانتهاء من الحوار المجتمعي لإصدار منظومة كاملة لعمل الشهر العقاري. هذا الحوار المجتمعي لما يشمل الخبرات السابقة في العاملين في الشهر العقاري المتراكمة والسادة المستشارين والمحامين وخلاف والآيات المجتمعية وذلك، حتى يصدر القانون كامل متكامل يسد أي ثغرة موجودة في القانون القديم. ممتاز، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ سامي إمام، شكرا لك. وبالمناسبة، نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلسي النواب والشيوخ تقدموا بخالص الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي. وثمن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعوة الرئيس لإقامة حوار مجتمعي حقيقي يهدف لتقديم اطروحات جادة بخصوص منظومة تسجيل الثروة العقارية المصرية من خلال إجراءات إدارية سلسة ومن خلال رسوم تراعي تحقيق العدالة الاجتماعية. معنا على التليفون النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. سيادة النائب أهلا بيك، وشايف إزاي توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري ودعمه للمواطن المصري في المقام الأول؟ أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة ريهام، تحياتي لحضرتك ومشاهدين الكرام. أهلا بيك. يمكن يعني في حاله من الارتياح العام لدى الراي العام المصري في استماع الرئيس لاصوات المواطنين، وما صدر بقرار اليوم بتاجيل العمل بالقانون الحالي اللي كان هيطبق في 6 مارس الى ما لا يقل عن عامين حتى نستطيع ان نصل عن طريق الحوار المجتمعي اللي بعتقد انه السبيل الامثل نحو الوصول إلى أفضل وضع ممكن لتنظيم هذه المسألة ما بين تحقيق الهدف من تسجيل ثروة مصر العقارية، وأعتقد أنها أمر مهم لا يختلف عليه أحد، ولكن بدون أن يتسبب ذلك في أعباء إجرائية أو مالية زائدة على المواطن المصري اللي خارج من فترة إصلاح اقتصادي صعبة وقدم فيها تضحيات وتحمله فترة الإصلاح الاقتصادي الضرورية. وبالتالي ده بيضع مسؤولية لدى الجميع ان احنا ما نحملهوش اي اعباء جديدة في هذه المرحلة. انا بعتقد انه يعني نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين من خلال
الأيام القليلة الماضية أصدرت بيان كان متعلق بخيار الحوار المجتمعي، وهو خيار نحن نؤمن به في مصر التي تسعى لأنها يعبر برلمانها ونوابها عن نبض الشارع المصري. وبالتالي كنا بنرى واحنا سعداء اليوم انه ده رؤيه الرئيس فيما يتعلق بالحوار المجتمعي كسبيل امثل للوصول الى افضل شكل ممكن لقانون الشهر العقاري. انا بعتقد انه طبعا احنا هنكون قدام اجراءين، الاجراء الاول هو انه هيكون في قانون ليوقف العمل بالقانون الجديد ويرجئوا بما لا يقل عن عامين، وخلال العامين دول هتتم عملية الحوار المجتمعي وهيتلو ذلك صدور قانون أعتقد أنه هيشمل حزمة كاملة لكل القوانين المرتبطة أو ذات الشأن بهذه المسألة عشان نوصل لأفضل صيغة ممكنة في القدرة على التيسير في الإجراءات وإيضاحها من جانب الحكومة، بالإضافة إلى القدرة على أنه ما يكونش في أعباء مالية زائدة على المواطن المصري. أعتقد أنه من وزارة العدل طبعا هتكون طرف رئيسي في الحوار المجتمعي باعتبارها هي الوزارة المشرفة أو اللي بتدخل في تبعيتها الشهر العقاري، إضافة لذلك وزارة المالية. وبعتقد أنه هيكون في استماع للمجتمع المدني أنتوا كنواب تنسيقية دوركم هنا إيه فيما يخص الحوار المجتمعي يا سيادة النائب؟ عندنا كذا دور. اولا احنا يعني على مدار الايام الماضيه كانت بتوصل لنا العديد والعديد من الرسائل سواء كانت بشكل مباشر في الشارع او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي كان عندنا قياس ونقل لنبض المواطنين بالبيان اللي اصدرناه هو كان تعبير عن رؤيتنا وقياسنا للراي العام المصري ومطالبتنا ب انه هذا القانون يحتاج الى معالجه مختلفه وانه الحوار المجتمعي هو السبيل الامثل في التعامل مع هذه المساله. دورنا بالتاكيد ان نتفاعل في الحوار المجتمعي وان نستطيع ان نضع العناصر الرئيسيه اللي بتشكل معوقات في هذا القانون واللي هي محل جدل، منها مساله الربط ما بين ادخال المرافق سواء كانت الكهرباء او المياه وما بين التسجيل في الشهر العقاري، لان دي احد اهم العناصر اللي فيها محل جدل، اضافه لذلك الرسوم المقرره ويعني القدره على تخفيضها والتعامل معها بشكل مخوف، وحتى ده ورد اليوم من خلال قرار السيد الرئيس في بالسعي نحو التخفيض. فبالتالي كل العناصر المرتبطه بهذه المساله تحتاج الى مناقشه، اضافه لده واعتقد ان دي من الامور الهامه جدا اللي يجب ان ننتبه اليها، جاهزيه الشهر العقاري نفسه في استقبال الملايين من المصريين في تسجيل عقاراتهم. هل الشهر العقاري على جاهزية كاملة؟ وأعتقد أن ده دور البرلمان الرقابي على الحكومة في الوقوف على تنفيذ كافة السبل عند تطبيق القانون بعد طبعا عامين من الحوار المجتمعي والتعديل، أنه لما يأتي الحين لتطبيق القانون نحن نطمن إلى جاهزية الشهر العقاري بكل ما يملكه من اللوجستيات وغيرها على استقبال أعداد كبيرة من الوطنيين لتسجيل عقارات. النائب خالد طارق الخولي شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا لك. هنروح لملف التصالح في مخالفات البناء. النهارده بدا اول يوم من الشهر الاخير اللي حددته الحكومه للتصالح في مخالفات البناء، بحيث تنتهي مهله التقدم على طلب التصالح يوم 30 مارس الجاري، وبدات اجهزه الدوله في تنفيذ الزياده الجديده والاخيره في المهله الاخيره في مخالفات البناء تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بمد فتره التصالح في مخالفات البناء لمده 3 أشهر. ووفقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء فان هناك بعض الانشاءات المحظور التصالح عليها، خلينا نتعرف عليها من خلال هذا العرض التالي.
معانا على التليفون دكتور اسلام رأفت استاذ التخطيط العمراني. دكتور اسلام مساء الخير، وشايف ازاي مد مهله التصالح في مخالفات البناء حتى نهايه مارس الجاري؟ نور استاذ ريهام، واهلا بحضرتك وبكل مستمعينك ومشاهدينك. طبعا التصالح في مخالفات البناء هي رحلة امتدت قرب السنة دلوقتي، ومن أول تفعيل القانون لغاية نهاية مارس إن شاء الله. الهدف منها طبعا في كل مرة كان إعطاء فرصة لمن لم يتيسر له إن هو يدخل في منظومة التصالح في مخالفات البناء إلى المنظومة، وبالتالي المهلة دي هي المهلة الأخيرة اللي بدأت من بداية السنة. كان التصالح يعني نسب التسديد مقدم التصالح بدأ من 25% لنهاية شهر مارس، هيبقى آخر فرصة، وده هيكون يعني الفاصل ما بين إن احنا تكون الوحدات اللي فيها مخالفات وحدات مقننة، وبالتالي لا يتم التعامل معها لأن هي مخالفة بعد المهلة، لانه غالبا بعد المهله هيبدا يتم التعامل مع الوحدات اللي لم تدخل في اطار التصالح على انها وحدات يجب اما ازالتها او تصحيح وضعها باي طريقه ثانيه. طب ازاي ساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في وقف التعدي على املاك الدوله، وايضا تاثيره كان ايه يعني في التعدي على الاملاك الدوله فيما يخص مثلا الانشاءات المحظور التصالح بشانها كمان؟ هو في الحقيقه فكره مخالفات البناء في مصر كانت فكره يعني خلت الجميع يتجرأ على التعدي على املاك الدوله او حتى مخالفه القانون عموما يعني. فكتير كنا بنلاحظ انه اراضي دوله وحد بيدخل يبني عليها وكان ما عندوش قلق من ان هو هيقدر يوصل المرافق، ما عندوش قلق من ان هو هيعرف ينفذ اجراءات بيع للمواطنين، وبعدين الحكومه تتحط في المواجهه بقى ما بين ان هي تنزع ملكيه مواطن او ان هي تدخل في صراع مع صاحب التعدي. دلوقتي الموضوع بقى خطير والناس كلها بقت فاهمه انه الوحدات المخالفه لن يتم السماح بنقل ملكيتها، لن يتم السماح بدخول المرافق ليها الا بعد تقييم اوضاعها، وبالتالي بقى مش من السهل انه حد يتجرأ ان هو يتعدى على اراضي دوله، يتعدى على ارض زراعيه، ويبقى متخيل ان الموضوع هيمر بمرور الكهرباء. فطبعا قانون التصالح في مخالفات البناء كان الهدف منه ايقاف المهزله العمرانيه اللي كانت موجوده في مصر عند الحد ده، ومحاوله اصلاحها بقى في التعديلات التشريعيه اللي هتيجي بعد كده، لانه هيحصل تعديلات تشريعيه زي ما حضرتك عارفه دلوقتي ان احنا الوحدات الغير او اللي مش هيتم التصالح على مخالفاتها ما حدش هيقدر يسجلها، ما حدش هيقدر ينقل المرافق بتاعتها، مش هيتم عليها اي عمليات بيع وشراء، وخصوصا بعد التعديلات اللي بتحصل دلوقتي في قانون الشهر العقاري واللي حضرتك متابعها طبعا دلوقتي، واللي كان اعتقد الفقره اللي فاتت كانت بتتكلم عن التصالح في مخالفات البناء مش هتتم الا على او نقل الملكيه والمرافق لن تتم ولن يتم التعامل معها الا على وحدات يا اما هي مرخصه او لو فيها مخالفات يكون تم التصالح عليها طبقا للتصالح في مخالفات. طب ازاي بتسهم الاجراءات اللي بتتخذها الدوله في شان التصدي لمخالفات البناء في وقف البناء العشوائي دكتور اسلام؟ تمام. حضرتك احنا في الفتره اللي فاتت قبل قانون التصالح في مخالفات البناء كان زي ما قلت لحضرتك مثلا قبل كده وضربت في المثال ده اكثر من مره، انه لو انا عندي رخصه المفروض هطلع بيها ثلاث ادوار كان بسهوله جدا، او كان الناس بتستغرب وتستسهل وما تخافش ان هي تطلع ست ادوار وسبع ادوار. الاربع ادوار المخالفين كان بيبقى سعرهم قليل على اساس ان هم مخالفين، والثلاث ادوار الاساسيين او الفرعين بيهم الرخصه هم اللي بيبقى سعرهم اعلى، وكان اللي بيشتري بيبقى شاري وعارف ان هو شاري مخالف. النهارده كان العقوبه بتاعت انك تبقى مخالف ولا حاجه. النهارده عشان تبقى شاري دور وعارف ان هو مخالف، عارف انك هتدفع له تصالح وعارف انه مش هتوصله المرافق، وبالتالي فكره التجرؤ على المخالفه قلت كتير بمجرد ان بقى في تشريع انه الوحدات المخالفه هيتم التصالح عليها ولكن بمقابل مادي عشان نقدر نرفع البنيه التحتيه تستحمل الاضافات والمخالفات. ممتاز.
أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور إسلام رأفت على هذا التوضيح. هنروح لجامعة حلوان ومبادرة صحتك تهمنا. اتحاد طلاب جامعة حلوان بالتعاون مع اتحاد طلاب كليتي الطب والتمريض في الجامعة شكلوا فرق من الطلاب للإشراف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وده أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وفي إطار قرار المجلس الأعلى للجامعات بضرورة تكوين فرق من الطلاب للإشراف على الالتزام بهذه الإجراءات أثناء الامتحانات اللي بدأت منذ أيام، وده طبعا حرصا على صحة وسلامة الطلاب. معانا على التليفون دكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان. دكتور أهلا بحضرتك، وياريت تكلمنا عن تفاصيل المبادرة دي والهدف منها. المبادرة أطلقت يوم السبت 20 فبراير، وكان أطلقها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، على أساس إن اتحاد الطلابات بيساعدوا معانا في التنظيم وفي التوعية أثناء عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول اللي احنا ابتديناها من 3 أيام. كان يوم السبت الجلسة، احنا يوم الأحد على طول ابتدينا نشتغل ودعيت ولادي وبناتي من اتحاد الطلاب. الصدفة إن كان كليات اللي هي الطبية امتحاناتهم متأخرة شوية في الجلسة. دي كانت حاجة كويسة، على أساس إن هم قالوا احنا هننزل وهنساعدكم في التنظيم، في دخول الطلبة، في التوعية، في إرشاد ليهم للجان، وفي نفس الوقت بنلعب دور توعيتهم بصحتهم. صحتهم بالإجراءات الاحترازية من ناحية، والإشراف على تطبيقها. يعني إحنا بنشركهم معانا في الإدارة، بمعنى إيه؟ ممكن حد من ولادنا يدخل من البوابة ولابس الماسك. لأن مهم جدا يكون لابس الماسك وهو بيجي حرارة وداخل من البوابة. يمشي شوية في الحرم الجامعي يبتدي بقى يخفف شوية من الإيه؟ من الماسك الطبي اللي هو لابسه، يقول له من فضلك البس الماسك. كون ان هو النصيحه جايه له من زميل زيه بتلقي عند الطالب نوع من الاقناع اكتر، مش شيء بحكم يمكن قرب السن، بحكم ان هو زميله او صديقه. مين اللي بيقوم بالدور ده معانا؟ طلبه كليتي الطب والتمريض. اذا هو بيمارسها كطالب من ناحيه، ومن ناحية تانية ان هو عارف انه هاو بتاع. هل لاحظتوا ان في فعلا التزام من الطلاب بالاجراءات الاحترازية خلال الامتحانات؟ ولاحظتوا ده فعلا؟ لاحظناه، لان هم بيوجهوها بطريقة لطيفة، مش بس هم اشتغلوا على التوجيه بنفسهم وتواجدهم في اماكن التجمعات معانا في الجامعة، لا، هم بدروا وصمموا ملصق. ابتدى الملصق ده يعلق في الاماكن اللي هي بيرتادها الطلاب، فالملصقات دهيت هم اللي بنفسهم علقوها، نزلوا علقوا هذه الملصقات، ملصق كبير في مدخل الجامعه، ملصقات امام اللجان، يقولوا لهم احنا زمايلكم واحنا قلبنا عليكم وعلى صحتكم. طب احنا اللي احنا شفناه دلوقتي على الشاشه ده اول يوم امتحانات في جامعه حلوان، والتصوير ده من اليوم الاول للامتحانات، فطبعا شايفين فعلا التباعد، شايفين اللي انا شايفاه ان في التزام الحمد لله من الطلبه يا فندم. الحمد لله. الحمد لله. طب والمرحله الثانيه بقى اللي هيعملوها ان هم يدعوا الى جامعه حلوان خاليه من التدخين. خاليه من التدخين. يعني ان هم بعد ان شاء الله ما نخلص امتحاناتنا في الـ3 أسابيع اللي احنا شغالين فيهم دول، مع بدايه الفصل الدراسي بقى يبتدوا التوعيه نحو التدخين ومضار التدخين. ندوات توعويه عن اضرار التدخين. فحقيقي الاولاد هم اللي صاغوا معانا اليات ومحتوى هذه المبادره، فانا بشكرهم الحقيقه من يعني من المنصه على المخلوق من اهوت، بشكر اولادي وبناتي حتى طلاب جامعه حلوان وعلى الاخص كليتي الطب والتمريض. ممتاز، انا بشكرك شكرا جزيلا طبعا دكتور ماجد نجم. شكرا لحضرتك وبالتوفيق ان شاء الله وتمر الامتحانات على خير، شكرا ليك. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل موجتنا الأولى حول الدورة الثانية لمنتدى أسوان للسلام، استنونا.
اهلا بحضراتكم من جديد. وفي المواجهه دي هنتكلم عن اهميه الدوره الثانيه لمنتدى اسوان للسلام والتنميه واهم رسائل الرئيس السيسي خلال كلمته للمشاركين، وايضا يعني اشاده الرؤساء الافارقه بجهود الرئيس السيسي لتعزيز التعاون والتضامن وتحقيق السلام بالقاره. اسمحوا لي ارحب بضيفتي عبر زوم دكتوره سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ وامينه الشؤون السياسيه بحزب حماة وطن. دكتوره سماء مساء الخير واهلا بحضرتك في المواجهه. مساء الخير يا استاذه ريهام، واهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بك. يعني في البدايه عايزه ابدا مع بيان حزب حماة الوطن اللي اشاد بتنظيم مصر لمنتدى اسوان الثاني تحت عنوان صياغه رؤيه للواقع الافريقي الجديد نحو تعافي اقوى وبناء افضل. كلمينا عن رؤيه الحزب حول هذا المنتدى كمنصه افريقيه تفاعليه من بدايه تدشينه خلال رئاسه مصر للاتحاد الافريقي في عام 2019. الحقيقه ان حزب حماة الوطن يعني بيتابع الشأن الخارجي يعني منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في 2014، ويمكن ده تواكب مع بدايه نشأة حزب حماة الوطن، وبالتالي احنا عارفين الدوائر الخارجيه اللي بنتحرك فيها سواء كانت العربيه او الافريقيه، وطبعا احنا متابعين ان الدائره الافريقيه كان فيها عدم تركيز في فترة كبيرة من الزمن، والحقيقة أن السيد الرئيس ركز عليها بشكل مكثف وطبع ووفق استراتيجية محددة سواء تجاه دول وادي النيل أو تجاه القارة الأفريقية كلها. ويمكن الجهود اللي قام بيها السيد الرئيس من خلال الزيارات العديدة اللي قام بيها للدول الأفريقية ودول كثيرة جدا منها لم يزورها أي رئيس مصري سابقا وبشكل متتالي ومتتابع، أيضا حرصه الشديد على حضور المؤتمرات الخاصة بأفريقيا مش بس تبع الاتحاد الأفريقي، لكن أيضا أي منتديات سواء كانت الصين أفريقيا، الهند أفريقيا، اليابان أفريقيا. وأعتقد أن كمان تكثيف هذه الزيارات أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019 ومشاركة مصر في تفعيل استراتيجية أجندة أفريقيا 2063 كان ليه صدى كبير جدا، ويمكن تفعيل أيضا اتفاقية التجارة الحرة في فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي كان ليها أثر كبير في إحداث التنمية المستدامة داخل القارة الأفريقية. فبالتالي نحن يعني في الحزب احنا بنتابع النشاط الخارجي للسيد الرئيس من منطلق ان هو بيسعى لتحقيق التنميه المستدامه داخل مصر وايضا داخل القاره الافريقيه، ايمانا بان تحقيق التنميه سوف يقضي على العديد من المشكلات اللي بتواجه القاره سواء كانت مشكلات اقتصاديه او كانت مشكلات امنيه او كانت مشكلات سياسيه. طبعا احنا متابعين ان القاره الافريقيه دار قاره واعده ولديها العديد من الثروات، وايضا هناك يعني استشعار كبير جدا من قبل دول العالم باهميه هذه القاره، وبالتالي في تنافس كبير ايضا. لكن مصر القياده المصريه بتنظر الى هذا التنافس الدولي على انه هو فرصه للدول الافريقيه بان احنا نستثمر هذا التنافس الدولي لتحقيق التنميه، وخاصه ان القاره الافريقيه بحاجه لتحقيق التنميه في البنيه التحتيه، في ان يكون في اطراف متعدده بتعرف مشاكل القاره الافريقيه بشكل جيد وتدخل في وساطه في النزاعات المسلحه وفي حل الاشكاليات الامنيه اللي بتواجهها وخاصه على راسها الارهاب. ويمكن الـ يعني في سنه 2020 ان العالم كله اصيب يعني بمشكله بازمه كورونا، فكان ليها تداعيات وتاثيرات كبيره جدا، لكن ده لم يمنع القياده المصريه ممثله في السيد الرئيس بالاستمرار في عقد المؤتمرات المختلفه الخاصه وبتهتم بالشان الافريقي من خلال منظمه الاتحاد الافريقي او حضور المؤتمرات الافتراضيه. معاكي يا دكتورة معاكي، وكنت عايز أعرف برضو إذا كنت شايفة أنه هذا المنتدى ممكن أن نعتبره ملتقى دائم للحوار والتفاعل بين القادة والخبراء من الدول الأفريقية لتطبيق السلام من ناحية والتنمية المستدامة كمان من ناحية تانية. الحقيقة اللي هو ده الهدف من إنشاء هذا المنتدى، وكمان الهدف من تأكيد القيادة السياسية على استدامة هذا الهدف مش بس حاليا لكن أيضا في المستقبل. فهذه هذا المنتدى سوف يعقد بشكل دوري، ولان في كل سنه بيهتم بقضيه من القضايا اللي بتهم القاره الافريقيه، ويمكن النهار يعني في المنتدى الحالي كان تركيزه على ازاي ان احنا الدول الافريقيه عامه
تحل مشكلاتها او تداعيات اللي اصيبت بيها الدول الافريقيه من جراء ازمه كورونا. يمكن السيد الرئيس في خلال كلمته كان واضح جدا في استعراض المشكلات والتداعيات اللي حصلت، سواء كانت على المستوى الاقتصادي او على المستوى التكنولوجي او على المستوى الامني. والحقيقه ان السيد الرئيس في خلال كلماته ركز على الفرص المتاحه وطرح الحلول، الكثير من الحلول لتحقيق السلام المستدام وايضا التنميه المستدامه. فعلى المستوى الاقتصادي الحقيقه الرئيس اكد على ضروره تفعيل اتفاقيه التجاره الحره وعلى مشروعات البنيه التحتيه وايضا مشروعات النقل والطرق والربط الكهربائي، وايضا تعزيز التكامل الاقتصادي والاندماج الاقليمي وتهيئه بيئه مواتيه لتحقيق مستويات اعلى من النمو وتوفير فرص عمل لتجاوز التداعيات الاقتصاديه لجائحه كورونا. ايضا زي ما حضرتك متابعه وكلنا متابعين ان في مصر في استراتيجيه للتحول الرقمي، لكن احنا متابعين ازمه كورونا ان ليها تداعيات. التكنولوجيا حلت كثير صحيح. من المشاكل اللي احنا قابلناها في العديد من المجالات زي ما حضرتك عارفه، زي التعليم، ودلوقتي بقى التعليم عن بعد والامتحانات عن بعد. ايضا العمل في قطاعات كثيره جدا اصبح عن بعد، وده كان ليه تاثير في انه يخفض برضو من نسب الكورونا بشكل او باخر. وبالتالي السيد الرئيس كان حريص ان احنا ان هو يدعو بزياده الاستثمار في هذا المجال لانه مجال مهم من الناحيه في ناحيه المستقبل. كويس، انا عايزه فعلا اتوقف امام بقى على ذكر رسائل الرئيس. يعني خلال كلمته النهارده قدام المنتدى او امام المنتدى، الرئيس قال ان مصر حرصت على اقامه الدوره الثانيه بشكل افتراضي للاستفاده من قوه الدفع في الدوره الاولى وما حققته من نجاحات الوقت الراهن الامثل لنتدارس معا التحديات الجسيمه. دلالة عقد هذا المنتدى رغم وجود هذه الجائحة؟ الحقيقة أن الهدف الأساسي من عقد هذا المنتدى هو طرح الرؤى من خلال الخبراء المختلفين المشاركين في هذا المنتدى لكيفية تطوير السياسات التنموية لتحقيق التنمية المستدامة في كافة الأبعاد اللي كان ليها اللي تأثرت بتداعيات أزمة كورونا، خاصة على المستوى الاقتصادي، المستوى الاجتماعي، على المستوى البيئي. وفي محاولة من الخبراء أنهم يوصلوا لحل شامل أو تعافي شامل من تداعيات أزمة كورونا، فده الهدف الرئيسي من عقد هذا المنتدى، وإن ده الهدف من وراءه، وإن هذا توقيت مهم للغاية، لأن أيضاً زي ما تفضل السيد الرئيس وأشار أن على المستوى الأمني أن أزمة كورونا كان لها تأثيرات في تفاقم الأخطار اللي بتواجه القارة، وخاصة على مستوى النزاعات المسلحة، الحروب الأهلية، اللي هي دي بتحول دون تحقيق واستدامة الأمن داخل القارة اللي هو أساس التنمية في الأساس. أيضا الإرهاب كان بيأثر كتير جدا على استقرار الشعوب الأفريقية، وزاد من الجرائم الأخرى زي انتشار الأسلحة وتهريب الأسلحة، أيضا تفاقم الجرائم والجرائم المنظمة والإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية والنزوح القسري. فبالتالي جزم أزمة كورونا بدل ما قبل كورونا في 2020 ما كنا الهدف القضاء على التحديات اللي بتواجه الأزمة، لا، هذه الأزمة فاقبت من التحديات اللي بتواجه القارة. فمن ثم كان اختيار هذا الموضوع وعنوان المنتدى بيدل على المتابعة الجيدة جدا للتحديات اللي بتواجه مصر وبتواجه القارة الأفريقية، وضرورة بقى توحيد الجهود لدعم الأطراف والآليات لمنع النزاعات والخلافات اللي موجودة. طب شايفة إزاي دكتورة سماء تصريحات الرئيس السيسي عن سهام الإرهاب اللي بتحاول تقويض استقرار شعوبنا فضلاً عما تجلبه من ظواهر عابرة للحدود مثل تهريب وانتشار الأسلحة، تفاقم الجرائم المنظمة والإتجار بالبشر؟ الحقيقة خلينا نتفق أن السيد الرئيس لديه رؤية، وهي دي اللي احنا بنحققها في الوقت الحالي، أن هو تحقيق التنمية الاقتصادية من شأنه أن يقضي بتدريج على الإرهاب في كل الدول، مش بس في مصر لكن في المنطقة العربية وأيضا في الدول الأفريقية. فهذه التنمية الاقتصادية معناها استقرار، معناها استمرارية الدولة الوطنية. فهذه الفلسفة اللي تبناها السيد الرئيس منذ تولي الحكم قادرة أنها تحقق الاستقرار والسلام المستدام وأيضا التنمية المستدامة. الحقيقة من متابعتنا
السياسه الخارجيه المصريه ومن الكلمات اللي بيدعو بيها السيد الرئيس في المنتديات المختلفه والمؤتمرات المختلفه، ان هو نجح بشكل كبير ان هو يوصل وجهه النظر المصريه لتحقيق التنميه في المنطقه وفي القاره الافريقيه هي القادره على القضاء على الارهاب، وايضا تحقيق التنميه اللي كل دول العالم بتهدف اليها الان. يعني زي ما احنا متابعين ان مش بس القاره الافريقيه تضررت اقتصاديا، لكن ايضا الدول المتقدمه تضررت اقتصاديا، فبالتالي التوجه للقاره الافريقيه الواعده ده هيكون جزء من حل عالمي، مش فقط فهو فرصة لأفريقيا وفرصة أيضا للدول الكبرى للاستثمار في هذه القارة وتحقيق التنمية فيها. أيضا السيد الرئيس استطاع أن هو من خلال المنتديات المختلفة، وهذا المنتدى برضو امتداد للنشاط الكبير اللي قام به سيادته من 2014، أن هو يعكس وجهة نظره للحلول المختلفة في القارة الأفريقية، وبالتالي في استجابه كبيره جدا، واحنا لاحظنا في العديد من القضايا اللجوء في النهايه لوجهه النظر المصريه وتبنيها. ويمكن احنا متابعين في العديد من القضايا، سواء كانت مثلا في الازمه الليبيه، سواء كان ما يحدث في القرن الافريقي، ما يحدث لدى العديد من الدول الافريقيه. فالحقيقه ان مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت انها تتبنى رؤية واضحة جدا ومحددة الأهداف، وأنها تضع القارة الأفريقية على أولويات أجندتها، وأن هي ترجع القارة الأفريقية لمكانتها الحقيقية في السياسة الخارجية المصرية. وأن الحقيقة أن مصر بتهدف في النهاية أن هي تحقق التنمية. أيضا مصر من خلال هذا المنتدى طرحت نفسها أنها مسؤولة مش فقط في حل القضايا، لكن أيضا في حل ما بعد، يعني حل النزاعات، سواء كان عن طريق بناء قدرات يعني مؤسسات الدول انها تقدر تصمد في الفتره القادمه، وايضا ان هي تكون انها تكون مشارك في ملف اعاده الاعمار والتنميه في مرحله ما بعد النزاعات. وبالتالي مصر بتطرح يعني موجود في النهايه، احنا بنقدر نقول مصر متابعه ما يحدث في القاره على كافه المستويات، ولديها رؤيه جيده جدا في اطار اجنده افريقيا 2063. ممتاز. بالمناسبة الرئيس أكد في كلمته أمام منتدى أسوان الثاني للتنمية أن سهام الإرهاب تحاول تقويض استقرار شعوبنا. نشوف جزء من كلمة السيد الرئيس ونرجع نكمل. السيدات والسادة، بخلاف الأعباء الثقيلة التي حلت على عاتق دولنا بسبب جائحة كورونا، ما تزال إفريقيا تعاني من أخطر النزاعات المسلحة والحروب الأهلية بما يهدد من استدامة الأمن في القارة، كما باتت سهام الإرهاب تحاول تقويض استقرار شعوبنا، فضلاً عما تجلبه من ظواهر عابرة للحدود مثل تهريب وانتشار الأسلحة وتفاقم الجرائم المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والنزوح القسري. ولقد أسهمت الجائحة بما سببته من تداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة في تفاقم هذه الأخطار، وهو ما يتطلب توحيد الجهود لدعم الأطر والآليات الإفريقية لمنع وتسوية النزاعات وتعزيز قدرات دول القارة للتعامل مع التهديدات والمخاطر القائمة، فضلا عن أهمية التركيز على النهوض بدور المرأة في أجندة السلم والأمن والاستثمار في تطبيق نهج وقائي للأزمات والعمل على توثيق العلاقة بين الأطراف الفاعلة في مجالات السلم والأمن والتنمية بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات. طيب الرئيس أكد كمان دكتورة سماء أن الدولة المصرية ملتزمة للاطلاع بمسؤوليتها في ملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات من خلال مركز الاتحاد الإفريقي المعني بالقضية دي والموجود على أرض مصر. شايفة إزاي نجاح مصر في دعم القارة الإفريقية خلال الفترة الأخيرة؟ الحقيقة أن ده انعكس من خلال الترحيب الكبير جدا من القادة الأفارقة بالدور المصري اللي قامت به في الفترة اللي فاتت تجاه القارة، وده اللي ظهر من كلمات القادة الأفارقة. أيضا حرص الدول الأفريقية على إشراك مصر والتشاور معها
في العديد من القضايا. يمكن احنا من خلال متابعتنا للخلافات الافريقيه ان مصر كانت دوله وسيطه في العديد من الخلافات، يمكن في فتره من الفترات كانت بين الصومال والسودان من ناحيه، بين اريتريا والسودان من ناحيه اخرى. فاحنا متابعين ان مصر دوله لها ثقل في المنطقه، والدول الافريقيه يعني تثمن هذا الدور وهذه المكانه. ويمكن عايزه انوه لحاجه ان ودي مهمه جدا، ان وكنا بنفتقدها في فتره كبيره من الزمن، ان الرئيس مصر دائما حريص على حضور المؤتمرات الافريقيه، وده ليها دلاله كبيره، لان فعلا الافارقه كان يعني متضايقين من عدم وجود راس الدوله في العديد من المؤتمرات، وخاصه الخاصه بالاتحاد الافريقي. فطبعا ده بيعكس مدى اهتمام الدوله ممثله في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاره الافريقيه، واعتقد ان ده انعكس كثير جدا تجاه قضايانا ايضا، وان في دعم كبير جدا لمصر في العديد من القضايا، وايضا للقضايا العربيه. وده احنا شفناه في قضيه سد النهضه، شفناه في قضيه ليبيا، شفناه في القرن الافريقي. فطبعا هذا نقدر نقول ان ده ثمار السياسه الخارجيه المصريه اللي انتهجها السيد الرئيس من 2014، وان احنا بدانا نجنيها في الفتره الحاليه. تمام. دكتوره سماء، عايزه انتقل مع حضرتك لملف اخر، وهو توجيهات الرئيس السيسي بتاجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، يعني تابع ازاي حزب حماه الوطن هذه التوجيهات؟ السيسي مع الدكتور دكتورة سماء معانا. أنا كنت عايز أسأل حضرتك، تابعتوا إزاي في حزب حماة الوطن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص الشهر العقاري وتأجيل القانون؟ الحقيقة إن إحنا في الحزب تابعنا يعني تابعنا ردود الأفعال المختلفة تجاه هذا التعديل في القانون، وتابعنا إن في رفض كبير جدا، بس بينعكس يعني هو كان رد فعل يعني بيدل على عدم فهم جزء منه، ان في اجراءات كثيره، ان في وقت كثير بيتطلب من المواطن. التوقيت اصدار القانون بقى في عام كل الناس عانت من ازمه كورونا وتداعياتها، خاصه على المستوى الاقتصادي. فطبعا الحزب ارتقى ضروره يعني ان هو يكون ليه مبادره في تعديل القانون من خلال النواب في مجلس الشيوخ ونواب في مجلس النواب، وده الحقيقه اللي احنا بنعكف عليه الان ودراسته من خلال قانونيين. انا عارفه ان الحكومه هتقدم تعديل، وايضا في احزاب كثيره هتقدم تعديل للقانون، لكن احنا برضو شغالين على تقديم تعديل، بس يكون اكثر شمولا ويكون في رؤيه اكبر للمشكله، لان هي مش مشكله فقط الشهر العقاري، لكن هي مشكله كبيره جدا في كثير من القوانين المرتبطه في هذا الشان. وبالتالي انا عايزه اقول ان استجابه السيد الرئيس السريعه دي بتعكس المتابعه الحثيثه للقضايا اللي موجوده في المجتمع وسرعه الاستجابه، وبرضو كان على التوازي، يعني الاحزاب بتتحرك بشكل كبير، وبيانات صدرت عن هذه الاحزاب وبتعكس يعني تواصل مع الشارع، وايضا الحكومه اتحركت بشكل كبير وبدات تدرس وتعقد اجتماعات، وايضا السيد الرئيس في النهايه طلب تاجيل تنفيذ هذا التعديل لمده سنتين حتى يعطي فرصه ان الناس برضو يعني ما تكونش مضغوطه بشكل كبير نظرا للظروف اللي احنا بنمر بيها في الفتره الحاليه. ازاي هيسهم الحوار المجتمعي حول تعديلات قانون الشهر العقاري؟ يعني ازاي هيساهم انه يكون عندنا قانون يسهل على المواطنين تسجيل عقاراتهم من غير عناء ومن غير مشقه؟ هو الحوار المجتمعي الحقيقه هيبين لنا اسباب رفض القانون، وليه الناس معترض عليه، ايه اوجه الاعتراض على هذا القانون، وايه النقاط اللي هم مش فاهمينها، او النقاط اللي بتسبب لهم اشكاليات، سواء كانت في الوقت، سواء كانت في الاجراءات، سواء كانت في الرسوم، فايا كان. فالحوار المجتمعي هيخرج لنا الصوره اللي واصله، الصوره الذهنيه اللي واصله لدى المواطنين عن هذا القانون والاشكاليات اللي بتواجههم فيه.
برضو هي هتمكن الدولة من إنها تشوف يعني أمام هذه المعوقات هل هي تقدر تحقق الهدف الرئيسي ليها إن هي ترصد الثروة العقارية لديها، إنها تنظم هذه الثروة، إنها أيضاً يكون في رسوم معينة لكن لا تثقل على كاهل المواطن في نفس الوقت. فالحوار المجتمعي مهم جدا، لكن خلينا اقول ملاحظه ان احنا في حزب حماة الوطن بنتابع من الان القوانين اللي سوف يناقشها مجلس النواب والقوانين اللي سوف تتحول الى مجلس الشيوخ، وسوف نبدا حوار مجتمعي حولها، لان احنا عارفين ان يمكن اهم قانونين سوف يتم مناقشتهم هم قانون الاداره المحليه وقانون الاحوال الشخصيه، وكلا القانونين سوف يكون حواليهم العديد من ردود الافعال والعديد من الاراء والعديد من الرؤى اللي احنا محتاجين ان احنا نعرفها علشان نضعها في الاعتبار من الان في وضع المواد الخاصه بالدستور بالقوانين، حتى لا نواجه بهذه المشكله اللي احنا بنواجهها حاليا من حاله رد الفعل الرافض للقانون، حتى لو كان يعني جزء كبير منه ان الناس مش فاهماه او لان هذا القانون موجود من زمان، لكن الاشكاليه الاساسيه ان تم ربطه بادخال المرافق، لكن كل الناس كانت مش بتروح تدفع ولا بتسجل، لكن ان هي اصبح دلوقتي مشروعاتها وعقاراتها وبيوتها متوقفه وما تقدرش تدخل لها المرافق الا اذا راحت سجلت في الشهر العقاري. فدي الاشكاليه الاكبر، هي يمكن جزء منها جيد بالنسبه للدوله ان هي بتشجع المواطن ان هو يروح يسجل، لكن في نفس الوقت عطلت المواطن على ان هو يستكمل العقار الخاص. تمام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا دكتوره سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ وامينه الشؤون السياسيه بحزب حماة الوطن، شكرا لحضرتك شرفتينا النهارده في المواجهه. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل مواجهتنا الثانية حول مبادرة أولادنا وأهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي للأطفال كريمي النسب والأيتام. استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. المواجهه دي هنتكلم فيها عن مبادره اولادنا في ضوء بروتوكول التعاون بين وزاره التضامن وبنك ناصر الاجتماعي. اهميه المبادره دي ايه في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للاطفال الايتام وكريمي النسب، وهنتكلم كمان عن دعم بنك ناصر للفئات البسيطه بالتنسيق مع وزاره التضامن وشكل الدعم ده بيكون عامل ازاي. اسمحوا لي ارحب بضيفي عبر الاقمار الصناعيه الاستاذ احمد رميش عضو المكتب الفني لرئيس مجلس اداره بنك ناصر. دكتور احمد مساء الخير واهلا بحضرتك. أستاذ أحمد أهلا بيك. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. خلينا نبدأ من بروتوكول التعاون بين الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي من خلال مبادرة أولادنا، أهمية البروتوكول ده إيه وتوقيت توقيعه كمان؟ الحقيقة توقيع بروتوكول أولادنا النهاردة في إطار مبادرة أولادنا مستقبلنا، وفي ظل الاهتمام بالأجيال الصغيرة وخطة تنمية مصر المستدامة 2030، البروتوكول خاص بالأطفال الأيتام وكريم النسب. البنك بالتعاون مع وزارة التضامن بيقدم لهم خدمة لفتح حساب استثماري. الحساب ده بيكون مميز من البنك بعائد مميز وبدون أي مصروفات فتح حساب أو أي مصاريف إضافية. الحساب مجاني تماما لكل الأطفال الأيتام وكريم النسب بالتعاون مع قطاع الشؤون الاجتماعية بوزارة التضامن ومؤسسات العمل المدني. وإزاي بتعمل مبادرة أولادنا على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للأطفال الأيتام وكريم النسب؟ الحقيقة المبادرة لها أكتر من هدف، منها أن الطفل اليتيم أو كريم النسب يقدر لما يوصل لسن الرشد يجد حساب استثماري فيه مبلغ مستقر، المبلغ ده يقدر يبدأ بيه حياته، سواء أن هو يكون مشروع أو يستخدمه في بداية حياته، وفي نفس الوقت بيدخل ضمن الشمول المالي وبيكون عنده حساب في بنك ومعاه كارت اي تي ام يقدر يتعامل بيه
ويبدأ حياته بشكل مستقر ومنتظم. البنك بيقدم المبادرة دي بعائد أزيد 0.5% من العائد المعلن في البنك. وهل هناك حد أدنى، حد أعلى أو حد أقصى لفتح هذه الدفاتر يا أستاذ أحمد؟ لا يا فندم، البنك بيعفي كل هذه الحسابات من الحد الأدنى لفتح الحساب، ومفيش حد أقصى للاستفادة من ميزة العائد. الحساب ممكن يتفتح ب 100 جنيه ومضاعفاتها وبدون حد أقصى. بالنسبة للأطفال الأيتام والأسر البديلة، فالقانون بيلزم الأسرة البديلة إن هي تفتح حساب للطفل اللي هترعاه بحد أدنى 3000 جنيه. لكن أطفال الأيتام عموما وكريم النسب يقدر يفتح الحساب بتاعه بأي مبلغ من أول 100 جنيه ومضاعفاته. طب اللي عايز يلتحق بالمبادرة دي ويفتح حساب يتواصل إزاي معاكم؟ إيه المطلوب منه؟ المطلوب مجرد صورة البطاقة وما يثبت إن العميل من الفئات المستهدفة، وده بيتم عن طريق الوزارة، وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات العمل المدني اللي بتبدأ تفتح حسابات لكل الأطفال الملتحق بيها، سواء دور الرعاية أو المؤسسات اللي بترعى أطفال الأيتام. بتقدر إن هي تفتح حسابات لكل الأطفال اللي عندها في البنك، بيبعتوا لنا الأرقام بتاعتهم والمبالغ اللي هتحط في حساباتهم، والبنك بيقوم بتقديم الخدمة بدون أي مصاريف. ممتاز. طب خلينا، انا هستاذنك استاذ احمد، نحن نروح نشوف جزء من تصريحات وزيره التضامن النهارده خلال توقيع بروتوكول التعاون بين بنك ناصر الاجتماعي ووزاره التضامن الاجتماعي في اطار مبادره اولادنا. هنشوف التصريحات ونرجع نكمل مع حضرتك. بنستكمل منظومه الحمايه الاجتماعيه التي بتطلقها وزاره التضامن الاجتماعي وتطورها كل عام دونا عن الاخر. ايضا احنا حريصين على ان كل مواطن يبقى عنده اكتفاء ذاتي من الموارد والرعايه الكافيه. من هذه الفئات هم الايتام، سواء ايتام الموجودين في مؤسسات الرعايه من كريمي النسب او من معلومي النسب. وبنفتح المجال جميعا للاطفال، زي ما سيده حرم الرئيس كانت بتتكلم على ان اطفالنا او اولادنا مستقبلنا، هم فعلا مستقبلهم، لكن من واجبنا ان احنا نؤمن ليهم مستقبل كريم. المستقبل الكريم بيجي بالخدمات المتعددة، ولكن أيضا بالأمان المادي. الأطفال في عهدتنا أثناء فترة حياتهم، من الرعاية الاجتماعية للتعليم للصحة، ولكن بعد ما بينتهوا وبيكبروا وبيبلغوا سن الرشد بيحتاجوا أن يكون معاهم حصيلة حماية اجتماعية متكاملة، وده اللي بنك ناصر ووزارة التضامن حريصين عليه. ولذلك من جزء من حوكمة التبرعات الخاصة بالأيتام أو الموارد اللي بتضخ في حساباتهم الشخصية باسم كل يتيم، تودع في بنك أمين عليهم، مش بس أمين عليهم وكريم معاهم. بنك ناصر بيخصص 0.5% على العائد بتاع حسابات الأيتام بعد الانتهاء من الموازنة السنوية طرفه. هو أيضا بيخصم جميع المصروفات والتكلفة الخاصة بفتح حساب بنكي وتفاصيله. ده بيؤدي بنا إلى أن الطفل لما يبلغ سن الرشد هيصبح لديه حصيلة مادية جيدة جدا تؤهله لبداية حياة كريمة. طيب هرجع لحياتك مرة تانية أستاذ أحمد رميش، عضو المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أهلا بيك مرة تانية. يعني توفير القروض لنساء الريف عبر بنك ناصر، عايزينك تكلمنا أيضا عن ده. ومؤخرا أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي استهداف الوزارة للنساء في الريف من خلال توفير الإقراض من خلال البنك، بالإضافة لتدريب النساء على الشمول المالي والاهتمام بأسرهم بالأسر المنتجة. دوركم إيه في تقديم هذه القروض؟ الحقيقة البنك بيقدم خدمة التدخل في تمويل المشروعات للسيدات خصيصا سواء في الريف أو في المدن. طبعا التوجه الأكبر للبنك في الريف والمناطق الأولى بالرعاية. بنقدم خدمات التمويل، عندنا قرض مسطورة، هو قرض تم إطلاقه من 3 سنوات، وإحنا خدنا تمويل من صندوق تحيا مصر 250 مليون جنيه.
لتمويل القرض مستورة. القرض مستورة ده خاص بالسيدات فقط لتمويل مشروعات، بيتم صرف القرض في صورة عينية بننشئ المشروع، لأن البنك عنده توجه إن احنا مش بنقدم تمويل لكن بنقدم نموذج لمشروع متكامل، ونقدم مشروعات معينة ومحددة حسب المنطقة اللي موجودة فيها السيدة اللي بتقوم بالمشروع وحسب خبرتها والمكان أو الصناعة اللي بتشتهر بيها القرية أو المدينة اللي بيتم فيها التمويل. طب شايف إزاي أهمية البحث عن فرص التسويق الخارجية خصوصا في الدول الأفريقية والعربية لفتح أسواق جديدة أستاذ أحمد للمرأة العاملة لتسويق منتجاتها؟ هو الحقيقة احنا وجدنا ان المنتج المصري بيتميز بميزة تنافسية سواء في السعر او في الجودة مقارنة بالاسعار العالمية، لكن بينقصنا الجزء الخاص بالتسويق الجيد والترويج للمنتج سواء داخليا او خارجيا. وجدنا ان المنتج بينافس لما بنوفر له فرص تسويقية خصيصا في دول أفريقيا والدول العربية. عشان كده في المرحلة الجديدة من مستورة رفعنا الحد الأقصى للقرض، بدل 20,000 هيبقى إن شاء الله 30,000، وفي نفس الوقت بنقدم خدمات تسويقية وخدمات التدريب كمان للسيدات سواء على الإنتاج أو على التسويق لمنتجاتهم سواء تسويق إلكتروني أو تسويق عبر معارض محلية أو دولية، عشان نقدر نضمن حد أقصى من النجاح لكل المشروعات الممولة. طب إذا رحنا لحجم التمويلات الممنوحة لعملاء بنك ناصر وشهادات برامج الحماية الاجتماعية، حجم القروض المنصرفة لصالح أنشطة بنك ناصر قد إيه؟ لو بنتكلم على مستورة تحديدا حجم التمويل 330 مليون جنيه لغاية دلوقتي، خدمنا بيهم 20,000 سيدة عملوا كلهم مشروعات صغيرة، لكن محفظة التمويلات في بنك ناصر تتجاوز ال 20 مليار جنيه ما بين مشروعات تحفيز الطلب المحلي ومشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات التدريب التشغيلي ومشروعات التمكين الاقتصادي. فالبنك الحقيقة بيقدم مجموعة من حزم التمويلات الموجهة ذات البعد الاجتماعي. المحفظة زي ما بقول لحضرتك تجاوزت ال 20 مليار جنيه دلوقتي. طب وزيرة التضامن أستاذ أحمد أعلنت مؤخرا أن أرباح البنك بلغت في منتصف العام حوالي مليار جنيه مصري مقارنة بالمعدل اللي اتحقق عن الفترة نفسها في العام الماضي، قراءتك للرقم ده وبيدل على إيه؟ الحقيقة أن البنك يقدر يحقق أرباح بالشكل ده. بنك ناصر طبعا الهدف الرئيسي للبنك ليس تحقيق الربح، لكن قوة المركز المالي للبنك وتحقيقه لصافي أرباح مميز ده بيساعدنا أكتر على تقديم الخدمات الاجتماعية اللي البنك بيهدف إليها في المقام الأول، وفي نفس الوقت بيدعم قدرة البنك على تقديم دعم سواء في نسبة العائد أو في المصروفات للقروض، أو أيضا تقديم نسب لشهادات الادخار مميزة بشكل أفضل لبعض الفئات. يعني تحقيق البنك لأرباح في ظل ظروف الكورونا الحالية طبعا يمثل تحدي للبنك. الحمد لله بدأنا حققنا أرباح جيدة في النصف الأول زي ما حضرتك تفضلتي، وبنستهدف إن شاء الله إن احنا نستمر في زيادة الأرباح بإذن الله. طب الوزيرة قالت كمان أستاذ أحمد إنه من المتوقع زيادة معدلات الأرباح عن العام السابق بنسبة 20% تقريبا السنة دي بالرغم من التأثير السلبي لجائحة كورونا، ده معناه إيه؟ ده معناه وجود مركز قوي للبنك، وان احنا قدرنا ان احنا نتصدى لتداعيات كورونا بشكل الى حد ما جيد، ما اثرش كتير على ارباح البنك، خصوصا ان احنا في الفترات السابقه البنك حقق قفزات في تحقيق نسب الارباح، فتحقيق معدل اعلى من الارباح في العام الحالي كمان في ظل وجود كورونا وتداعيات الجائحة
ده يمثل تحدي كبير للبنك إن شاء الله نقدر نحققه ونحقق النسبة المطلوبة بإذن الله على نهاية السنة في 30 سنة إن شاء الله. بالمناسبة وعلى ذكر كورونا، شايف إزاي تداعيات الجائحة على الاقتصاد بصفة عامة أستاذ أحمد؟ الحقيقة جائحة كورونا طبعا كان ليها تداعيات وأثار سلبية على العالم كله، مش مصر بس، لكن أعتقد السيناريو المصري كان من السيناريوهات الناجحة. حصل نوع من التدخلات المبكرة سواء على مستوى الاقتصاد أو على مستوى السياسة النقدية في البنك المركزي، قللت كتير من أثار الجائحة. يمكن مصر من الدول القليلة اللي حققت نمو السنة السابقة بالرغم من وجود كورونا، عملنا يمكن أكتر من 3% معدل النمو. البنك المركزي كمان تدخل ببعض التدخلات اللي ساهمت كتير في الحفاظ على قوة الاقتصاد. عندنا حصل تأجيل لأقساط التمويلات كلها لمدة 6 شهور زي ما حضرتك عارفة. البنك ناصر امتثل للمبادرة دي وأجلنا كل تمويلات العملاء لمدة 6 شهور. أيضا سعر الفايدة سواء الإقراض أو الإيداع حصل ليها تخفيض استثنائي بنسبة 3% مرة واحدة السنة اللي فاتت مع كورونا، وده أثر بشكل إيجابي كبير في التحكم في آثار السلبية لكورونا، بالإضافة لبعض المميزات اللي تم منحها للعملاء زي الإعفاء من مصاريف السحب وتشجيع العملاء على الاقتراض عن طريق تخفيض العائد لتشجيع أكتر الإنتاج في ظل طبعا قطاعات كتير اتأثرت بظروف كورونا زي القطاع السياحي وقطاع السيارات. في قطاعات كتير تأثرت سلبا بالجائحة طبعا، وكان دور الدولة في المرحلة دي دعم القطاعات دي زي العمالة غير المنتظمة والمساعدات اللي تم صرفها للفئات الأكثر تضررا. نتمنى في الفترة اللي جاية إن شاء الله الأمور ما تزدادش عن كده، وبإذن الله الأمور تفضل مستقرة إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد رميش، عضو المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر، شكرا لحضرتك. هنروح لمواجهتنا الأخيرة اللي هناقش فيها عدد من أهم الملفات والقضايا الإقليمية مع ضيفتي الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة الشباشي، عضو مجلس النواب. أستاذة فريدة أهلا بحضرتك في المواجهة. أستاذة فريدة أهلا بحضرتك. طيب كل إحنا السادة المشاهدين اهلا وسهلا. خلينا نبدا استاذه فريده من المشهد في تونس، لانه هناك تطورات. يعني رئيس قيس سعيد قال انه لن يقبل باي مقايضه في حق الشعب او تتعلق بسياده البلاد، وانه لا يتحرك وفقا لحسابات البعض او ترتيباتهم، في اشاره لحركه النهضه الاخوانيه اللي حشدت انصارها في الشوارع. بتقراي الرساله دي ازاي؟ شوفي، بقراها انها بتؤدي الى مزيد من انكشاف المتاجرين بالدين والمتاجرين باسم الإسلام. كل واحد في دول سمى نفسه النهضة الإسلامية، أنا مش عارفة إيه الإسلامية، وهم أبعد ما يكونوا عن الإسلام. الغنوش ده عمل إيه دلوقتي؟ لم ناس واداهم، جاب لهم أتوبيسات عشان تنقلهم من المدن والقرى، وجاب لهم واداهم فلوس، وبعدين كانوا ميات، يعني ما كانوش قد الناس اللي نزلوا ضده. وكمان الفنانين التوانسة نزلوا ضده، لأنه هو يعني عايز يوصل تونس للعصور ما قبل التاريخ. يعني فهو أمال هيحكم إزاي؟ ما هو عايز ناس ما بتفكرش. فهو اتفضح فضيحة غير معقولة. وكمان الحاجة الغريبة إنه هو عامل إنه هو حزب النهضة بتاعه ده، هو ده يقدر يعمل مظاهرات، لكن أي حد تاني في تونس لا ما يعملش. فحتى هم التوانسة بيقولوا يعني حلال عليهم حرام علينا. يعني في معايير سخيفة ولا تليق بحد بيتدثر باسم الإسلام إطلاقا، ولا حتى الإنسانية بشكل عام. يعني هو راجل عايز يعني يعمل إنه هو عنده شعبية جوه تونس، وحتى البرة تونس عايز الناس تفتكر إنه هو عنده يعني تأييد شعبي ساحق، وطلع إنه اتفضح الحقيقة. يعني
طب أستاذة فريدة، الرئيس التونسي أكد أن البلاد فيها كتير من الإمكانيات، لكن يعني لازم تتوفر الإرادة الصادقة في تحقيق حلم الشعب التونسي في الحياة الكريمة. حركة النهضة الإخوانية بأساليبها الملتوية لأي مدى بتعتبر عقبة أمام تحقيق التنمية في تونس؟ عقبة أمام إيه؟ تحقيق التنمية في تونس. طبعا، لأن هم مش عايزين تنمية. هم فين راحوا وفكروا في تنمية؟ هم أينما ذهبوا يحل الخراب ويحل. أنت عارفة أن الوقت الغنوشي اللي بيمهد له هو أن يبقى فيه احتراب واقتتال تونسي تونسي، والكويس أن الشعب التونسي بدأ يحس بيها دي وبدأ يفقس الموضوع وبدأ يكشفه، لأن ده مهم جدا جدا جدا. لأن هم عمرهم ما فكروا لا في نهضة ولا في حياة كويسة، هم فكروا كيف يتسلطون على الشعب ويخنقوه ويكتموا أنفاسه ويبقى بس واحد زي الغنوشي ده هو بس اللي بيتكلم. يعني حاجة الحقيقة يعني عايزة يعني أشتم في الربيع العربي واللي عمله فينا، لكن إن شاء الله هنخلص منه إن شاء الله. وشوفي الرئيس التونسي شكر الرئيس السيسي قد إيه وأثنى على تصرفه في مصر، والحمد لله الحمد لله إن إحنا يعني الحمد لله يعني فعلا الشعب مع القيادة يعني خرجنا من براثن الـ 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 يعني الـ الخطة البشعة لتفتتنا. يعني هو ده الراجل ده مثلا بتاع الغنوش ده عايز إيه؟ عايز التوانسة يقتلوا بعض بس ويقعد هو يتفرج ويقول لك لا ده الإسلام بيقول يقتلوا أكتر الكفرة وما تقتلوش وحاجات، يعني كل اللي عندهم قتل وتدمير بس. طيب يعني كويس ان الشعب التونسي يعني وعي للنقطه دي ونزلت مظاهرات معاديه لحزب النهضه ومعاديه لتوجهات هذا الحزب المدمره، وبتهيألي ان شاء الله تونس هتعدي منها، لان ما عادش هم عندهم يعني ما عادش عندهم تأييد على النطاق العربي، مش زي الاول، مش زي اول ما بدات فكره الربيع الهباب العبري ده. طيب بالمناسبه يا استاذه فريده، يعني دلوقتي خلاص. بالمناسبه، خلال الايام الماضيه جيشت حركه النهضه الاخوانيه قواعدها للتظاهر في العاصمه التونسيه واطلقت خطاب تقسيمي ولعبت فيه على وتر الخطاب الديني لتقسيم المجتمع التونسي في دعوه صريحه للفتنه. شايفه التصرف ده ازاي؟ هم حبيبتي هم فين راحوا وما كانوش بيدعوا وبيشتغلوا لإحداث الفتنة؟ أينما ذهبوا حل الخراب زي ما بقولك. فهم النهاردة يعني عايزين، هو الغنوش ده كان عايز يكسب يعني يسجل بونت زي ما بيقولوا أو يسجل نقطة، فبدأ يعني يحرض ناس ويدفع لهم فلوس. بيجيبوا الفلوس دي كلها منين؟ أنا مش قادر أفهم. بيدفع لهم فلوس وبينقلهم عشان يتظاهروا. الجميل بقى ان انا قريت في يعني في وسائل اعلام كتير انه اللي نزلوا للغنوشي مئات التوانسه، بعكس اللي نزلوا لدعوه الفنانين ولدعوه موسي. اسمها موسي ايه؟ عبير موسي التونسيه دي اللي عبير موسي. عبير موسي. عبير موسي. عبير موسي. لا، الحقيقة ان هم اتكشفوا جدا جدا جدا، وهو دلوقتي هيتجنن، لان المخطط، خدي بالك انه المخطط بتاع ان العالم العربي الوطن العربي كله يولع كله يبقى يعني مؤمن وكافر وشيعي وسني وعلوي ودرزي وقبطي ومسلم، هو ده المخطط اللي كانوا جايين له. انا عايزة بس اسأل سؤال، وحد من المشاهدين لو أنا غلطانة يقول لي، فين أمريكا راحت وعملت نظام بين قوسين ديمقراطي وفضل؟ شوفي العراق عملوا فيه إيه، شوفي تونس عملوا فيها إيه، شوفي ليبيا عملوا فيها إيه. النهاردة ساركوزي واخد 3 سنين سجن، لأن ساركوزي ده هو اللي اتفق مع برنار أنري ليفي ومع الحلف الأطلنطي، وللأسف ناس عرب كمان، علشان يروحوا يموتوا القذافي ويقابلوا ديمقراطية في ليبيا. ده ليبيا الناس مش قادرة تخرج من بيوتها. يعني إحنا النهاردة نحمد ربنا ليل ونهار، نسبح بحمد الله ليل ونهار
على النعمة اللي خدناها والتكاتف اللي وراء قيادتنا واللي سند قيادتنا، القيادة الوطنية، القيادة المحترمة، القيادة اللي كل حاجة يعني ودناها على نبض الشارع. صحيح. يعني شوفي حتى الكلام اللي قلتوه على موضوع الشهر العقاري، كل حاجة كل حاجة يعني قبل ما أي حد يسمعها الرئيس بيسمعها، فدي صحيح. حاجة مهمة جدا 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 بالنسبة لنا. طيب، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نددت بالاعتداءات الممنهجة على الصحفيين من قبل المحسوبين على حركة النهضة الإخوانية، تقول لنا إيه عن عداوة حركة النهضة للصحافة في تونس؟ والحقيقة نحن بنشوفه في تونس، شفناه قبل كده هنا في مصر وفي غيره من الدول اللي كان يعني الإخوان بأسميهم المختلفة موجودين. هم الإخوان معادين لأي ثقافة وأي تنوير وأي يعني حاجة تخلي الناس. شوفي النهاردة مثلا، أنا من الحاجات اللي فرحتني جدا جدا النهارده كلام الرئيس السيسي عن الفن، عن دور الفن والقوة الناعمة بتاعتنا. هو ده، هم مش عايزين ده، هم عايزين يبقوا عندهم يعني شوية حاجات كده كلها قمعية وكلها قاتلة وكلها يعني. شوف انت لما واحد يقول لك يعني ربنا يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وربنا يقول لكم دينكم ولي دين، وربنا يقول ان هو لوحده اللي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، ودول عمالين يدخلوا ناس الجنة ويدخلوا ناس النار ويودونا في داهية ويودونا، يعني ما فيش حاجة بيعملوها لصالح البناء، كله هدم هدم هدم. وعلى فكرة انا بعترض على كلمة حركة النهضة المتطرفة، هي مش متطرفة، هي إرهابية. لان المتطرف ده هو اللي يعمل يعني يتمادى في الالتزام بالقواعد الدينية، لكن دول ما فيش اي، ما لهمش اي علاقة بالدين اطلاقا. وبعدين هو مين اللي جابه؟ ما احنا شايفين، احنا شايفين كلهم كل الاشكال دي اللي بيجيبهم واحد بس، وبعدين بيكشفوا. صحيح. ان شاء الله واحد ورا الثاني. توقعاتك ايه بالنسبة للاوضاع في تونس في الفترة القادمة استاذة فريد؟ انا بتوقع ان الغنوش انتهى وحزب الإخوان انتهى، ولا نهضة ولا نكبة، كل ده انتهى. لأن الشعب التونسي لو تشوفي النهاردة وامبارح المظاهرات اللي حصلت، هتعرفي أن الوعي بقى تقريبا يعني وعي جماعي على أنه الجماعة دول جايين. وشوفي أنت الراجل شكله عامل إزاي، يعني بيقعد كده يبص كأنه هياكل الناس. فدي يعني دي حاجة برضو للأسف. وتونس كانت دولة يعني دايما عندها تقدم ودايما عندها فنون ودايما عندها يعني أفكار حلوة، مش عارفة إيه اللي جرى لهم دول بعد ما جم النهضة ويسموها النهضة، النهضة وهي النكبة، يعني ما فيش حاجة أسوأ من كده ممكن الواحد يشوفها. تمام. فيعني أنا شايفة إن الغنوشي الصفحة الأخيرة في بقائه في تونس بتتكتب دلوقتي، الصفحة الأخيرة، وخليكي فاكرة كلامي. ممتاز. طيب، عايزة أروح العراق مع حضرتك أستاذة فريدة. بتجري ترتيبات مكثفة الآن لزيارة تاريخية مرتقبة لبابا الفاتيكان الجمعة المقبلة، إيه الرسالة اللي بتبعث بها تلك الزيارة حول استقرار الأوضاع في العراق؟ شوفي أنا يعني بلاقي إن العراق ده، أنت عارفة الحضارة البابلية، يعني العراق ده وهو ده مكان ما اتولد سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء. فهل ده يعقل إن يبقى فيه داعش وواغش وباغش وكل القرف اللي شفناه ده في الفترة الأخيرة، وحرق بيوت وضرب اليزيديين وضرب المسيحيين وحرق كنائس؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ده فين ده؟ شافوا ده فين؟ ده النهاردة يعني أسوأ حاجة وأسوأ عنوان للناس دي. فلما البابا جاي النهاردة يعني بيبقى رسالة مش بس للعراق، ورسالة للإقليم كله، أنه بدأ يبان وبدأ يتكشف مخطط هؤلاء الهمج، هؤلاء الإرهابيين. فالنهاردة بيقولوا يعني اللي أنا قريته أن العراق مستعد باحتفال، هيبقى احتفال جميل جدا
هو من يوم 5 ليوم 8 افتكر هيبقى في العراق. كل الجوله بتاعته في ترحيب بيها وفي وعي دلوقتي بدا. هو ده الجميل في كل حياتنا وفي كل مخططنا وكل مستقبلنا اللي جاي. كل حاجه النهارده في المنطقه اتكشف. التيار اللي بين قوسين بيسمي نفسه الاسلامي وهو ملوش اي علاقه بالاسلام، وبالعكس هو بيحارب الاسلام، لانه انا لما يبقى عندي قران يعني في اكبر دين ديمقراطي في العالم، لما يتقال رب العزه يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والاقي ناس بتذبح اللي مش زيه اللي يعني، والبابا الرساله بتاعته على حسب برضو ما انا متصوره ان هو عايز انه يعني ما فيش يعني بينشر رساله تسامح، والعراق كان طول عمره متسامح على فكره. انا رحت العراق كتير قوي 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 في السبعينات والثمانينات لما كنت بغطي الحرب العراقيه الايرانيه، واقدر اقول لك ان الناس هناك من اكثر الشعوب تحضرا وفهم وفن وشعر وكل حاجه حلوه كانت في العراق. ايه اللي حصل بعد النكبه بتاعت الخواجه بوش الاب وبعدين بوش الاب؟ يعني ادي احنا شايفين ايه اللي حصل. بس ان شاء الله ان شاء الله، وانا بقول بدون اي ادعاء ان كل الوطن العربي دلوقتي هيرجع تاني ويرجع يستعيد مكانته ويرجع يستعيد وجهه الحضاري بفضل اللي حصل في مصر وبفضل راجل اسمه عبد الفتاح السيسي. طيب. يعني انا شايفه ان هو ده اللي حاصل، ولذلك كلهم على فكره بداوا يحسوا بده وبداوا يتكلموا عن ده. طيب. انت عندك شوف الرئيس يعني النهارده بيرفض اي تمييز بين المصريين ايا كان، لا امراه ورجل ولا قبطي ومسلم ولا يعني كده يعني. ده اكيد. طيب شايفه ازاي النجاحات الامنيه للقوات العراقيه ضد التنظيمات الارهابيه استاذه فريده، واثر ده على تحقيق التنميه هناك؟ شايفه ان ده يعني ما هو ده من ضمن بقى، ما هو انت النهارده كان عندك الناس بتحتضنهم وبتخبي عليهم وحتى بتروح معاهم وبتامن بيهم وبتخبي عليهم، يعني النهارده لا اتكشفوا. فلما اتكشفوا العراقيين بداوا النهارده يستعيدوا زمام امورهم ويستعيدوا ثقتهم في حضارتهم وفي بلدهم العظيم. العراق ده بلد ما بين النهرين، ده يمكن الوحيد في المنطقة اللي فيه بترول وفيه أرض زراعية وفيه مية. ده العراق ده مش حاجة صغيرة يعني. ولذلك يعني كان المخطط الخبيث الحقير بتاع احتلاله في التسعينات وبعدين في 2003 تاني، يعني هو ده اللي خلى الناس بدأت. خدي بالك انه ممكن الواحد يقعد مش واخد باله شوية لكن ما يفضلش على طول بيفوقه. النهاردة الشعب العربي كله فاق على الخدعة الرهيبة اللي هو تعرض لها باسم الإسلام، وإن شاء الله كل ده هيروح إن شاء الله. طيب ننتقل للبنان أستاذة فريدة، وحالة الجمود بالمشهد اللبناني بتتفاقم في ظل التباعد بين عون والحريري، والبلاد الحقيقة بتعاني من انهيار اقتصادي في نفس الوقت. إزاي ممكن يخرج لبنان من هذا طبعا. المشهد؟ لبنان هيخرج من كل بلاويه ومن كل عثراته لما يبتدي يبقى لبنان، مفيش شيعي وسني وعلوي ودرزي، مفيش ده. لبنان اللي جاب له النكبة هو الـ 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 يعني الحركات الإسلامية بين قوسين برضو اللي جت باسم الشيعة وبعدين بتمجد في إيران. يعني هل ده معقول؟ إحنا عرب يا جماعة، إحنا عرب. أنا لو شفت واحد إيراني مش هعرف أكلمه، وأنتِ لو شفتي واحدة إيرانية مش هتعرفي تكلميها. إحنا عايزين نبقى عرب، وبعدين نعمل علاقات كويسة مع الدنيا كلها بما فيها إيران، بس مش تيجي تحكمنا هي، لأ. معلش، وعلى فكرة أنا لما كنت بره لما الخميني قال الجمهورية الإسلامية قلت كده على أمواج الإذاعة، قلت ليه الجمهورية الإسلامية؟ ليه مش الفارسية؟ ليه مش الإيرانية؟ ليه الإسلامية؟ عشان تعرفي إنه برضو أنا كنت واخدة بالي من زمان يعني كنت واخدة بالي إن ده يعني ليه هو الإسلامية؟ ليه؟ ده النبي عربي. صحيح. يعني ما هوش إيراني يعني مش فارسي. أنا ولا إيه رأيك؟ بالتأكيد طبعًا.
أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتبة الكبيرة الأستاذة فريدة الشباشي وعضو مجلس النواب، شرفتينا وأشوفك إن شاء الله في مواجهة جديدة. بشكرك أستاذة فريدة، بشكر حضراتكم كمان، وإن شاء الله أشوفكم بكرة في المواجهة. إلى اللقاء.